سيدة الضباب وعروس الجبل، أسماء عديدة تعرف بها مدينة أبها السعودية الواقعة في جبال الحجاز، حيث تعد من المصايف المهمة في المملكة ومدينة سياحية بامتياز نظرا لمناخها المعتدل وارتفاعها عن سطح البحر. تبلغ مساحة مدينة أبها 50 كيلومترا مربعا وترتفع عن سطح البحر بحوالي 2200 متر. ومن أبرز المعالم السياحية جبل السودة الذي يبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات و300 متر، ويعد مكانا سياحيا رائعا وساحة لسباقات الطيران الشراعية. يعتقد السكان المحليون أن تسمية الجبل بالسودة تعود إلى أشجار الأرار الداكنة التي تنمو في جميع أنحاء الجبل، بالإضافة للغيوم الداكنة التي تلوح في الأفق فوقه. ومن الأماكن التي تمتاز بتاريخ عريق وثقافة كبيرة وغنية قرية المفتاحة، حيث كانت المشروع الأول الذي يحتضن الحرف التقليدية وفنون التراث. تعد قرية رجال ألمع التراثية لؤلؤة من التراث العمراني، كما أن تاريخها مليء بالأحداث والروايات، ويمكن للزائر أن يخوض تجربة فريدة من خلال شبكات التلفريك التي تصل ما بين جبال أبها وجبل سودة وبحيرة سعد، وتحيط بها التلال من كلا الجانبين، ما يشعر الزائر بمزيد من المتعة والاسترخاء.